بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم. درس جديد من دروس دورة يوز أونلاين، معكم خلدون يلداني. طبعا هي الدورة مقدمة من قبل فريق قصص. نحن حنحل هلا أسئلة دورات على بحث كثيرات الحدود. نشوف دورة أنقرة 2013. الدورة بتقول، أو السؤال بيقول: PX يساوي X مربع ناقص 1 ضرب QX زائد 4X زائد 5. وعندي px يساوي x ناقص 1 ضرب kx زائد r. شو بده يعني اوجد؟ بده يعني اوجد قيمة ال r. طبعا نحن بنعرف انه هاد هو المقسوم، هاد هو المقسوم عليه، او ممكن هذا يكون مقسوم عليه، لكن انا حاخذ هاد المقسوم عليه. هذا ناتج القسمة وهذا باقي القسمة، تمام؟ هاد هو المقسوم، يعني هاد فيني اكتبه بشكل px تقسيم x ناقص 1، عم يطلع ناتج القسمة kx والباقي r، فهو بده يعني اوجد ال r. طيب تعالوا نشوف اذا عوضت ال x 1. ليش؟ لانه اللي بيعدهم المقسوم عليه. خلونا نعوض الاكس يساوي 1 هون، فبصير معي بي 1 يساوي 0 ضرب كيو 1 زائد 4 ضرب 1 زائد 5. فبنستنتج انه البي 1 يساوي 9، لانه 0 ضرب كيو 1 0 و4 زائد 5 9. هلا خلونا نعوض الواحد مره ثانيه هون. اذا عم عوض بدل كل اكس 1. ليش؟ شو عرفني انه 1؟ لانه هو اللي بيعدم المقسوم عليه، فاتعود هون 1. انا بالاساس بالمعطى اللي قبله حسبت انه البي 1 يساوي 9، فاذا واتعود 1 هون حيطلع معي 0 ضرب kx زائد r. هذا الحكي شو لازم يساوي؟ كمان لازم يساوي 9. هي البي نفس هي البي، معناتها بي الواحد هون لازم نفسها تكون هون، فبي 1 حاسبة من قبل تساوي 9، عوضته هون فطلع معي 0 زائد R يساوي 9، معناتها ال R تساوي 9. إذن هي دورة أنقرة 2013. دورة مرمرة 2013 بتقول إذا كان عندي PX يساوي 0، عندي PX يساوي 2A ناقص B مضروبة بX مكعب زائد b ناقص 4 مضروبة بx مربع ناقص a زائد b ناقص 2c. طالما هو شو بده يعني اوجد طبعا قيمة ال c، طالما px يساوي 0 معناتها هذا الاختراع كله يساوي 0، فبستنتج انه 2a ناقص b ضرب x مكعب زائد b ناقص 4 بx مربع ناقص A زائد B ناقص 2C يساوي 0. طالما هاد كله يساوي 0 معناته بالمقابل، يعني هذا بالأساس هو 0 X مكعب زائد 0 X مربع زائد 0، فبستنتج انه 2A ناقص B بالمقارنة تساوي 0 و B ناقص 4 يساوي 0، فبستنتج انه ال B تساوي 4. وأيضا بستنتج انه ناقص A زائد b ناقص 2c تساوي 0. وطلع معنا ال b 4، ففيني اعوض هون بيطلع معي ال b تساوي 2، ال a عفوا تساوي 2. حنعوض هون كل المعطيات اللي معنا اياها اللي هي ال a وال b، فبيطلع معنا قيمة ال c تساوي الواحد. هي كانت دورة مرمرة 2013. ننتقل لدورة اسطنبول 2013. إذا كان عندي px تقسيم x زائد 1 عم يعطيني ax وعم يكون باقي القسمة ناقص 6. ايضا في معطى تاني يعطيني اياه انه px تقسيم x ناقص 2 عم يعطيني px وباقي القسمة 6. قال بالتالي اذا كان عندي قسمة px على x زائد 1 بx ناقص 2
حيعطيني مثلاً CX قديش باقي القسمة AX زائد B. إذن بده يعني أوجد باقي القسمة اللي هو AX زائد B. لاحظوا أنه هون عندي القيمة X ناقص واحد تعدم المقام، معناتها B ناقص واحد من هذا تعدم المقام، يعني تعدم المقسوم عليه، فأيضا تعدم المقسوم عليه هون، فنستنتج أنه البي ناقص واحد تساوي ناقص ستة. أيضا الإكس يساوي اثنين، تعدم المقسوم عليه هون وتعدم المقسوم عليه هون، بس أنا عندي هون إكس يساوي اثنين، إذا كان المقسوم عليه معدوم فبالتالي بي اثنين تساوي ستة. بستغل هالمعلومتين من هاد. نحن عنا هون PX يساوي X زائد واحد بX ناقص واحد بCX زائد AX زائد B. طيب هنستغل المعلومة الأولى اللي بتقول P ناقص واحد يساوي ستة. ناقص ستة من وين جبتها؟ من هون. P القيمة اللي بتعدم المقسوم عليه تساوي باقي القسمة، فبعوض هون حيطلع معي صفر، هي بتصير كلها، هي طبعا ناقص 2 اكس ناقص 2، هي بتصير كلها صفر زائد الاكس اللي قديش ناقص 1، فبتصير ناقص اي زائد بي. هذا شو بيعطيني؟ ناقص 6. هذا صفر ما عاد له طعم. نفس الشيء الاثنين حعوضها هون، فحيصير هذا كله صفر، بصير معي 2 بدل X هي ححط 2A زائد B، بيعطينا قديش؟ بيعطينا الستة اللي هي هاي. حعمل طرح فحيصير معي 3A يساوي 12، معناته الـ A حطرح هاي من هاي، فصار معي 3A B مع الـ B بتروح، والستة ناقص ناقص 6 يعني 6 زائد 6 يعني 12، فبالتالي قيمة الـ A تساوي 4، بالتالي قيمة الـ B تساوي ناقص 2، أي أن باقي القسمة هو 4X ناقص 2. دورة يلدز تكنيك، هي الجامعة الصعبة الصعبة، يا لطيف شو صعبة هي الجامعة، يا لطيف. اصحى حدا يقدم يلدز تكنيك. دورة يلدز تكنيك 2012، X أس 5 طبعا عم بتمقلص، ناقص 3X مكعب ناقص X، بس بيطلع طالب ماله شاطر، بيطلع من الامتحان ماله حال الشيء، ما حيقول انا مالي شاطر، حيقول الاسئله صعبه. شيء طبيعي، شيء طبيعي. معقول يقول انا مالي دارس؟ لا، يقول الاسئله صعبه والجامعه صعبه والحياه صعبه. اذا دنياي اوجد المقسومه ناتج القسمه عفوا قديش، فانا بقسم. انا بصراحه بحب هاي الطريقه بالقسمه، اكس اس 5 ناقص 3 اكس مكعب ناقص اكس، تقسيم x مربع زائد 2. x أس 5 تقسيم x مربع هي x مكعب، x مكعب ضرب x مربع هي x أس 5، x مكعب ضرب 2 هي زائد 2 x مكعب. هلا بغير الإشارات، بصير هون عنا نل وهون بصير عنا ناقص 5 x مكعب. بقسم 5 x مكعب على x مربع بتصير ناقص 5 x، ناقص 5x بضربها بx مربع بتصير ناقص 5x مكعب زائد او ناقص، طبعا هي ناقص x نسينا ننزلها، بننزل ناقص x، ناقص 10x. بغير الاشارات بصير معي باقي القسمة 9x والمقسوم عليه او ناتج القسمة x مكعب ناقص 5x. اذا qx هو x مكعب ناقص 5x. هي دورة يلدز تكنيك 2012. شايفين السؤال قديش صعب؟ طيب نشوف كمان دورة يلدز تكنيك 2012 نفس الدورة، كمان سؤال معقد جدا جدا جدا. x مكعب زائد mx ناقص 2. هلا بيجي واحد بيقول لك ايه هي 2012 كانت سهلة، شوف اخر دورة. حنشوف اخر دورة مو بهالدرس طبعا، لكن اذا انت حابب تشوف فوت في اسئلة دورات، شوف دورة 2016 السنة الماضية وحكم بعينك. يعني لا 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 تسمع من حدا يا ابني، لا تسمع من حدا. نحن شعب بنحب نحكي كتير كتير، شعب سلبي، روح قلبه السلبية هيك نيجاتيف نيجاتيف.
لا تسمع من حدا، شوف بعينك. هلا حسب القاعدة السحرية بي واحد هذا كله حيطير، فإذا جعلت الإكس تساوي واحد هذا الطرف كله حيصير صفر، وهون حيصير عندي واحد زائد ام ضرب واحد ناقص اثنين، فبتطلع معنا قيمة الام هي ناقص اثنين واحد، إذا طلعت معي قيمة الام واحد، بالتالي بي اكس أو اكس ناقص واحد ضرب بي اكس يساوي اكس مكعب زائد اكس ناقص اثنين. حلو هذا الحكي. هو شو بده يعني أوجد؟ بده يعني أوجد البي اثنين، فبحط بدل كل اكس اثنين مشان يصير هون بي اثنين، اثنين ناقص واحد ضرب بي اثنين يساوي ثمانية زائد اثنين ناقص اثنين. اثنين ناقص واحد واحد ضرب بي اثنين هي بي اثنين وهي المطلوبة، اثنين بتروح مع اثنين بيصفى معنا جواب ثمانية. يعني أسخف وأسهل وأبسط من هيك مع تصفي. دورة مرمرة 2012. إذا كان عندي X زائد واحد مضروبة ب PX زائد K يساوي X مكعب ناقص X مربع ناقص 4X، بده يعني أوجد قيمة ال K. كمان سؤال سخيف، حاجي أفرض أنا، لاحظوا شو القيمة اللي بتروح هذا الاختراع؟ x تساوي ناقص واحد. دائما وقت بشوف قوس مضروب ب bx qx يمكن حكيها القاعدة من قبل، بخلي هذا القوس يساوي الصفر. شو القيمة اللي بتخليه تساوي الصفر؟ هي ناقص واحد، فبصير هون عندنا صفر زائد k يساوي ناقص واحد مكعب يعني ناقص واحد، ناقص واحد مربع يعني واحد بتضل ناقص واحد زائد أربعة. فمنستنتج انه قيمة ال x تساوي، يمكن احنا غلطنا بالاشارات هون، الاشارة بالسؤال زائد، فهي زائد بتروح هي مع هي، فقيمة ال k تساوي الأربعة. طيب نشوف دورة هيلدرز تكنيك 2011. p x ناقص 2 على qx زائد 2 يساوي x مربع ناقص x زائد 4، وعندي q 5 يساوي الواحد، اوجد b p 1. بده يعني اوجد p 1 من ايام ال f توابع الفونكسيون يعني، وقت بيقول لي f الواحد بجعل المضمون يساوي الواحد، مظبوط؟ هو بده بي الواحد، فبجعل هاي تساوي هاي، فبالتالي قيمة الاكس تساوي 3. هلا بعوض بدل كل اكس 3، فبصير معنا بي 3 ناقص 2 يعني 1 على كيو 3 زائد 2 يعني يا الله كيو 5 يا سلام، 3 مربع ناقص 3 زائد 4، كيو 5 معناها 1، معناته ال P 1 يساوي 9 ناقص 3 6 زائد 4، الجواب 10. نشوف دورة يلدز تكنيك 2011 نفس الدورة. PX ضرب PX زائد 7، فكرته شوي صغيرة جديدة لكن كتير إيزي، يساوي x مربع ناقص 5x زائد 6 ناقص ناقص 6، أوجد قيمة P 10. لحتى أوجد P 10 لازم أنا أوجد P ال x لحتى أعرف شو بدي أوجد. طيب نحن لاحظ هون عنا جداء PX ب PX زائد 7. طيب خلونا نحول هذا جداء كمان، حلله تحليل مباشر، بصير عندي PX ضرب PX زائد 7 يساوي X مربع ناقص 5X ناقص 6، عارفيني اكتبها X ناقص 6 X زائد 1.
لاحظ بالمقارنة بين هذا وهذا وهذا وهذا، لاحظ الفرق بين هذا القوس وهذا القوس. الفرق هو كأني عم ضيف سبعة، عم ضيف سبعة لهذا القوس، فعم يطلع معي القوس الثاني اللي هو X زائد واحد. فأيضا هون لاحظ أني أنا عم ضيف كمان سبعة، فبستنتج أنه الـ PX تساوي X ناقص ستة، الله أكبر. فبالتالي P العشرة تساوي عشرة ناقص ستة وتساوي الأربعة. شوف دوري اللي بعدها، دوري يلدز تكنيك 2011، كمان نفس الدورة تفريق كسور. قال إذا كان عندي X زائد واحد على X مربع ناقص 3X زائد 2 يساوي A بX على A على X ناقص واحد زائد B على X ناقص 2، هو محلل لك ياها ومزبط لك ياها، أنت بس أوجد قيمة A زائد B. شو بنساوي؟ بنوحد المقامات. سمعي X زائد واحد الكسر الأولاني إلنا دائما بيضل مثل ما هو، يساوي A بX ناقص 2. طبعا في طريقة تانية فينا نقول شبه مختصرة بيعرفوها طلاب البكالوريا العلمي، يعني أنا فضل إني ما أعطيها، يعني خلص نعتمد على هاي الطريقة. لاحظ المقام يساوي المقام، معناته البسط يساوي البسط. فبستنتج انه x زائد واحد يساوي ax زائد bx الا هي ناقص 2، فبالتالي ناقص 2a ناقص b، مظبوط، ناقص 2a ناقص b. بالمقارنة بيطلع معنا a زائد b يساوي الواحد ناقص 2a ناقص b تساوي الواحد أيضا، بحل مشترك لهدول المعادلتين، ونحن مثل ما قلنا شاطرين كتير بهذا الموضوع. حيطلع معنا قيمة الـ A تساوي ناقص 2 وقيمة الـ B تساوي 3، معناتها مجموعهم بيعطيني 1. شوف دورة يوز 2010، إذا كان عندي X أس 6 ناقص X أس 4 زائد X مربع زائد M تقسيم X مربع ناقص واحد، عم يعطيني BX وباقي القسمة صفر، أوجد قيمة الـ M. طالما باقي القسمة صفر معناتها القيمة اللي بتعدم هذا الاختراع شو هي؟ الواحد، مظبوط. فبجي أنا بقول بدل كل X هحط واحد، بدل كل X مربع طبعا هحط واحد. ليش؟ لأنه هون X مربع ناقص واحد يساوي الصفر، معناته X مربع يساوي الواحد. فأنا بقلب المقسوم بدل كل X مربع بحط واحد، يعني X أس 2 أس 3، يعني واحد أس 3 واحد، واحد أس 2 واحد، واحد واحد زائد M شو يعطي؟ صفر. واحد واحد بتروح، معناته قيمة الـ M تساوي ناقص واحد. شوف أيضا دورة يوز 2010، X مربع زائد واحد مضروبة بـ BX عم تعطيني AX مكعب زائد B ناقص 2X زائد A ناقص واحد، أوجد قيمة A ضرب B. شو القيمة اللي بتعدم هاد؟ قال حأجعل X مربع تساوي ناقص واحد. هلأ بيجي واحد بيقول لي شلون X مربع تساوي ناقص واحد؟ أخي أنت جعلها هيك وخلص، بس تفوت على الجامعة وتصير عالم بالرياضيات أثبت أنا شلون قدرت. طبعاً نحنا فينا نخليها من خلال الأعداد العقدية أو التخيلية، لكن أنت هلأ ما بيهمك شلون وكيف وليش، خلاص أخي اعدمه لهذا المقام، اجعل X مربع يساوي ناقص واحد. ليش كتر اللبكة؟ هلأ صار بدك تفهم قبل الامتحان بشهرين، احفظ القاعدة لا تجلطني. إذا هحط بدل كل X مربع ناقص واحد، بصير معي الصفر يساوي A ضرب X مربع ضرب X
طبعا انا هلا حفرقها بعدين حعوض، زائد بي ناقص 2 الاكس هي بتضل اكس ما فينا نساوي فيها شيء، ناقص اي ناقص 1. اذا بس هي الاكس مربع حتصير شو؟ ناقص 1. فحيصير معي ناقص اي اكس زائد بي اكس ناقص 2 اكس زائد اي ناقص 1. هلا هي الصفر هي فعليا صفر اكس زائد صفر، فبالمقارنة بستنتج انه ناقص اي امثال الاكس مع امثال الاكس ناقص اي زائد بي ناقص 2 تساوي الصفر، وايضا اي ناقص 1 يساوي الصفر، بالتالي الاي يساوي الواحد. بعوضها هون فبيطلع معي قيمة البي تساوي، اللهم صل على سيدنا محمد، 3. فبالتالي جداء 3 ضرب 1 يعني الناتج 3. دورة يوز 1983 قبل ما نخلق كلياتنا، إذا كان عندي PX تساوي X مكعب زائد 3X مربع زائد X QX تساوي 5X مربع زائد BX زائد 1. طبعا لاحظوا انه السؤال هلكت ايدي انا عم بكتبه، الحل يعني اقصر من السؤال بكتير. bx زائد qx يساوي، هو عطيني اياها يعني x مكعب ايه شو بده يعني اوجد قيمة البي. لاحظ البي هي امثال ال x، فاد انا اجي اجمع امثال ال x مع امثال ال x حيطلع معي امثال ال x، يعني حقول 1 زائد b امثال ال x مع امثال ال x لازم يعطيني امثال ال x يساوي 5، معناتها ال b تساوي 4. يا الله لهالدرجة سخيف، اي والله لهالدرجة، والله العظيم اليوز لهالدرجة سخيف، يا حرام عليكم كيف تضوا حالكم. px يساوي x زائد 1، qx يساوي x مربع زائد x، px زائد qx يساوي قديش؟ هي دورة 1983 حكينا يمكن، مجموعا مباشرة بيعطيني x مربع x مع x 2x زائد 1. قال يعني هن متحربقين حاطين الجواب x زائد 1 مربع، تمام؟ دورة 1985 يلا يا حبيب، px يساوي x مربع زائد 5x ناقص 3، qx يساوي x زائد 1. أوجد p q ناقص 1 زائد q p الاثنين، q ناقص 1 قديش؟ صفر، حعوضها فبيطلع معي p صفر زائد q p الاثنين قديش؟ 4 زائد 10 ناقص 1 يعني 11. شكو زال، خلينا نعوض هلا صفر بقلب البي، بيطلع معي صفر زائد صفر ناقص 3 زائد 11 زائد 1 12، فالجواب 9. دورة 1986 كنت مالي خلقان لسارة كمان، بي اكس يساوي اي اكس، كنت لساتني بعالم الاخر شو هو الله العليم. بي واحد يساوي الصفر، بي اثنين يساوي الصفر، بالتالي اوجد بي على اي يساوي قديش؟ هو يعطيني انه بي واحد يساوي صفر، بعوض مباشرة هون بيطلع معي A زائد B زائد C يساوي الصفر، وعطينا أيضا أنه B2 تساوي الصفر، فبيطلع معي 4A زائد 2B زائد C يساوي الصفر. حأطرح هاي المعادلة من هاي المعادلة، فبيطلع معي، ليش بدي أطرح؟ مشان أروح C، بيطلع معنا 3A زائد B يساوي الصفر، معناتها P تساوي ناقص 3A. عوض هذا الحكي هون
فبصير معني ناقص 3a على a. اذا بدل كل b او بدل b عوضت ناقص 3a بتروح ال a مع ال a فالجواب ناقص 3. دورة 1988 اذا كان عندي x مكعب زائد ax مربع زائد bx زائد c تساوي x زائد 2 bx زائد 3 bx ناقص 1. اوجد c على a. خلوني فكفك هدول الاقواس وقارن. بالفكفكة إذا أول شيء فكيتها بصير معي x مربع زائد 5x زائد 6 bx ناقص 1. رد الفك مرة تانية x bx مكعب. المهم بعد ما أعمل عملية الفك المشهورة بيطلع معي الناتج x مكعب ناقص 2x مربع ناقص 5x زائد 6. بالمقارنة بستنتج أنه قيمة c 6، قيمة الـ A هي أمثال X مربع ناقص 2 فالجواب ناقص 3. دورة 1989 إذا كان عندي A فاصلة B ينتمي لمجموعة الأعداد الحقيقية اللي هي R وعندي 4X مربع ناقص 5X زائد B يساوي 2X ناقص A على القوس مربع. أوجد قيمة A زائد B. طبعا مو واضح ابدا، مو واضح ابدا انه انا لازم فك التربيع، فبصير معنا 4x مربع ناقص 5x زائد b يساوي 4x مربع ناقص ضعفي الاول بالثاني يعني 4ax زائد a مربع. نستنتج بالمقارنه انه ناقص 4a يساوي ناقص 5، بالتالي قيمة الـ A تساوي 5 على 4. وأيضا باستخدام أسلوب المقارنة نستنتج أنه الـ B تساوي A مربع يعني 25 على 16، أخذت هاي وربعتها، هو بده مجموع بعد عملية التجميع المجموع وتوحيد المقامات بيطلع معي الجواب 45 على 16. آخر سؤال بحلقة الليلة دورة 1999 3X مكعب ناقص 2mx مربع ناقص nx زائد ناقص 2 عم قسمها على x مربع ناقص x ناقص 2 يعطيني qx وباقي القسمة نل. أوجد قيمة الـ m. طيب خلونا نحلل المقسوم عليه. وأتحلل المقسوم عليه حيطلع معي x ناقص 2 x زائد 1، معناتها b الاثنين شو تساوي؟ 0. وb ناقص 1 شو تساوي؟ كمان 0. فحاول b ناقص 1 هيطلع معي ناقص 3 ناقص 2m زائد n ناقص 2 يساوي 0. هي عوضت الناقص 1، عفوا غلطت عوضتها هون. هلا بعوض الاثنين فبيطلع معي 2 و 3 8 ضرب 3 24 ناقص 8 m ناقص 2 n ناقص 2 كمان يساوي 0. شو بعمل يا حزركم؟ بعمل عملية مثلا خلونا نشوف، ما فينا نساوي شيء لسه هلا. اذا المعادلة الاولى ناقص 2 m زائد n ناقص 2 وناقص 3 يعني ناقص 5 بنقلها الطرف الثاني فتصير 5. 24 ناقص 2 فيني اقسم المعادلة كلها 2 فبتصير ناقص 4m ناقص n. هلا 24 ناقص 2 22 بقسمها 2 بتصير زائد 11 بنقلها الطرف الثاني فبتصير ناقص 11. هلا بعملية جمع حيطلع معي، اذا بعملية الجمع بيطلع معي ناقص 6m يساوي ناقص 6، معناتها الm تساوي الواحد. هيك بيكون انتهى هذا الدرس وانتهى البحث، يعني ما عدت نحل فيه تمارين اكثر من هيك حاليا.
لبعد فترة لحتى نحل أسئلة دورات تانية منه. بتمنى يكون البحث واضح وكل الأمور فيه تمام. بتمنى تحلوا كل تمارين البنك وأسئلة الكتاب وأسئلة الدورة، وإذا عندكم تيستات نحلهم كمان، كثير مهم نحل وننوع الأفكار. إلى اللقاء.